الإشكالية الرئيسية لهذا الكتاب تتعلق بالأساس حول ما دور مستشار الملك في نظام حكم يقوم بالأساس على مركزية المؤسسة الملكية، وفي نفس الوقت لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يؤطر دور سواء كان سياسيا أو غيره للمستشار الملكي. فإذا تتبعنا أو رصدنا نصوص الدساتير كلها بما فيها دستور فاتح يوليوز 2011، لا نجد أي نص دستوري يشير إلى أي دور من أدوار مستشار الملك. بالإضافة إلى هذا، حتى داخل النصوص الأخرى القانونية لا توجد أي إشارة لهذا الدور. وبالتالي التساؤل المطروح هو بأي صفة مثلا يتواجد مستشار الملك مثلا في مجلس وزاري يترأس الملك بحضور رئيس الحكومة وباقي الوزراء. هذا إشكال يطرح، وبالتالي تبقى دائما التساؤل المطروح إلى أي حد يمكن أن يكون هناك تأطير لأي تأطير دستوري أو قانوني لدور مستشار الملك الذي أصبح يتزايد مع 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 التطورات التي عرفها المغرب سواء الصعيد السياسي أو الدستوري أو حتى القانوني. أظن أن من بين الأسباب التي تطرحها هذا الإشكال هو غياب أي نص دستوري، ومع ذلك نجد تحرك كبير لهؤلاء المستشارين، خاصة عندما يخرج بعض المستشارين مثلا في استجوابات، مثلا كما قام بذلك مثلا بالفقيه أو معتصم إلى آخره. إذن التساؤل المطروح، هل من اختصاصات هذا المستشار أن يخرج إلى الحياة السياسية وأن يقوم باستجوابات أو باستجوابات صحفية خاصة، وأن هناك ما يسمى بواجب التحفظ؟ وبالتالي هذا طرح إشكالا كبيرا لدى الرأي العام ولدى المتتبعين. بالإضافة إلى هذا، لا ننسى بأن في بعض الأحيان عندما يقوم رئيس حكومة كعبد الإله بن كيران ويعتذر للمستشار من خلال اعتذاره للملك، إذا التساؤل المطروح ما حجم وسلطة هؤلاء المستشارين في نظام حكم كنظام الحكم بالمغرب. هذا التواصل إذا أردنا الذي يقام عادة ما بين مستشار أو أحد مستشاري الملك ورئيس الحكومة أو وزير أول سابقا، يطرح دائما تساؤل، لأن أولا طريقة الاتصال تكون طريقة غير مقننة، بمعنى تتم بشكل غير رسمي، ومن خلال هذا غير رسمي يتم نقل مجموعة من المقترحات، مجموعة من القضايا، الشيء الذي يجعل الرأي العام يتساءل وطبيعة الحال المتتبعين يتساءلون ما هو الإطار وما هي الصيغة التي تم من خلالها هذا التواصل وماذا قيل إلى آخره. بالإضافة إلى هذا، لا ننسى بأن هناك مجموعة من الفترات، خصوصا فترات تشكيل الحكومة، طرح
ما الدور الذي لعبه المستشارون في تشكيل حكومة، سواء في عهد عباس الفاسي أو في عهد عبد الرحمن يوسفي أو في عهد بن كيران؟ إذن تطرح دائما هذه الأسئلة، هل المستشار خصوصا مثلا في عهد مستشار بن الفقيه طرح التساؤل ما دور هذا المستشار في اختيار وانتقاء مجموعة من الوجوه التي تم إدماجها في حكومة مثلا عباس الفاسي أو غيره؟ إذن هذا التواصل الذي يتم بشكل لا نقول رسمي يطرح دائما التساؤل إلى أي حد تحدد اختصاصات وأدوار المستشار الملك، التي أقول من جديد أنها غير محددة لا بنص دستوري ولا بنص قانوني. أكيد أن لأن مستشار الملك هو مكون مكونات الديوان الملكي، هذه مسألة مفروغ منها، بحيث أن المستشار يعتبر ضمن الأعوان الذين يتحركون ضمن محيط الملك، وبالتالي هو جزء من الديوان الملكي. ولكن السؤال المطروح، هل كونه من الديوان الملكي يسمح له مثلا بأن يتحرك على الساحة السياسية سواء كانت حكومية أو وزارية؟ هذا هو التساؤل المطروح. أما هو جزء ومكون مكونات أساسية بالديوان الملكي، لأن هذا معروف أن كل رؤساء وملوك الدول لهم مستشارين يحيطون بهم ويساعدونهم ويضعون لهم بعض المقترحات إلى آخره. ولكن في نظام الحكم بالمغرب تطرح هذا الإشكال، إلى أي حد ممكن أن يتجاوز مستشار الملك إطاره المحدد بالديوان الملكي والاشتغال في ظل سلطة الملك إلى التوجه إلى المجال السياسي العام واتصال مثلا برئيس الحكومة وربما طرح مجموعة من القضايا، بل أكثر من هذا، كيف يمكن، وهذا قلته سابقا، كيف يمكن لهذا المستشار أن يشارك أو أن يقوم باستجواب يحدد في بعض المعالم ويذكر في بعض المسائل، كما وقع مثلا بالنسبة للمستشارين معتصم والمنونة. بعض مستشارين الملك، بل يمكن أن نقول كانوا مستشارين أصدقاء الملك، وهنا نتكلم بالأساس مع على رضا قديرة بيوصفه كان مستشارا وصديق للملك، وفؤاد علي الهمة كمستشار وكصديق للملك. إذن هؤلاء وطبيعة الحال، إذن هذه المسألة هذه تطرح أن من بين مستشاري الملك هناك مستشار يكون دائما له سلطة معينة، له اختصاصات معينة، وينظر إليه على أنه أكبر مستشاري، وهذا ربما ذكره المرحوم عبد الهادي المستشار الراحل عبد الهادي أبو طالب حينما حدد وضع رضا قديرة من بين المستشارين الذين كانوا يحيطون بالملك الراحل حسن الثاني، واعتبر بأن رضا قديرة كان إلى جانب دريس السلاوي كان يستأثر بمرتبة خاصة لدى الملك. إذن هذا المستشار الصديق غالبا ما يلعب أدوارا تعكس الدور الذي يمكن أن يلعبه الملك، بحكم أن الملك لا يمكن أن يدخل لاعبا سياسيا داخل الساحة السياسية، ممكن أن يسند هذا الدور لصديقه أو لأحد مستشاري لكي يقوم بهذا الدور. ورضا قديرة لعب هذا الدور بشكل كبير، سواء من خلال مواجهتي لمعارضة الملك الراحل حسن الثاني، أو من خلال خلقه لحزب معين وترأسه لجبهة
الدفاع عن المؤسسة الدستورية إلى آخره. إذن في فترة من الفترات بدل أن ينزل الملك بكل ما يحيط بذلك من تداعيات، تسند هذه المهمة لمستشار وصديق الملك الذي يمكن أن يقوم بهذا الدور بالنيابة عن الملك تحسبا وتجنبا لكل التداعيات التي يمكن أن تكون في هذا الإطار. الخلاصة الأساسية هو أن الأدوار التي يقوم بها المستشار غالبا عندما لا تحدد بإطار دستوري أو قانوني عادة ما تثير مجموعة من التساؤلات، مجموعة من ردود الفعل، وهذه رأيناها سواء مع الشجر عندما انتقد المرحومة المستشارة زليخة نصري، أو عندما أثيرت مجموعة من التساؤلات حول دور المستشار الراحل بالفقيه في تشكيل مجموعة من الحكومات خاصة حكومة عباس الفاسي. أثير هذا الإشكال أيضا مع بن كيران، لأن عندما بدأ العمل وبدأ الاستعداد بتشكيل حكومة بن كيران لوحظ بأن الملك عين مجموعة من المستشارين بالتزامن هذا التشكيل، وبالتالي طرح فيما بعد إلى أي حد كان للمستشارين دور مثلا في متابعة وملاحقة أعمال حكومة بن كيران، بل أكثر من هذا كيف مثلا أدى الأمر إلى أن يصرح بن كيران بأن ليس هناك تواصل مع الملك لكي يتم تنبيهه إلى هذه المسألة، واضطر إلى الاعتذار للملك ومن خلاله لمستشاره علي الهمة. إذن هذه الأدوار التي توجد في كل أنظمة الحكم، كل الملوك كل الرؤساء لهم مستشارين، ولكن في نظام الحكم بالمغرب دور المستشار يبقى دورا محاطا بالكثير من الغموض، بالكثير من التساؤلات، نظرا لأن ليس هناك إطار دستوري وقانوني يحدد بشكل أساسي وواضح الصلاحيات التي يتميز بها المستشارون في نظام الحكم المغربي. أكيد ما دام أن نظام الحكم المغربي يقوم على مركزية المؤسسة الملكية ويقوم على مركزية الدور ديال الملك، فمن الضروري أن الملك يحتاج إلى مساعدين ومعاونين، وهم بطبيعة الحال يتمثلون في المستشار الملك، لأنهم هم الذين سيحددون له أرضيات القرارات، هم الذين سينوبون عنه في مثلا في إلقاء مجموعة من الرسائل والتوجيهات الملكية، هم الذين سيقوم بالتواصل مع باقي المؤسسات سواء كانت حكومية أو غيرها، وبالتالي أدوار المستشار أظن أنها لن تتراجع بل ستزداد. ولكن الإشكال المطروح هو في إطار هذا الازدياد أو هذا التضاعف لأدوار المستشار الملك، يجب أن توضع صيغ سواء كانت قانونية أو غيرها لتوضيح هذه الأدوار، توضيح الاختصاصات، حتى لا نقع في مجموعة من التداعيات، مجموعة من الردود، وحتى لا تبقى اللعبة في نظام الحكم المغربي لعبة غامضة تحاط بنوع من السرية والكثير من القيل والقال. هذا أول الإشكال.